تضايق شوي، هو أكيد رح يزعل كتير، ولهيك رح ضل جنبه اليوم. حابة إنه يطلع علي ويعرف مين البنت يلي كان مطلعة من حياته ومتجاهلة، وبدي لاكشمي تعرف كمان. بس للصراحة حبيبتي، أنا ما بظن إنه رح يكون ريشي مزعوج، يعني أساساً ما كان بيحبها للاكشمي، بس كله من المخادعة لاكشمي، هي كانت عم تضحك عليه كل هاي الفترة. لا سونال، خلينا نكون منطقيين، يعني أكيد يعني وقت الواحد يعيش مع حدا غريب، أو حتى إذا بتربي كلب أو قطة، نحنا رح نتضايق وقت اللي بيغيبوا، ورح نحس بالوحدة، صح؟ إيه معك حق. تماماً، فأنا بدي ساعده لحتى يتأقلم مع زعله. المفروض بتضايق اللي بيشوفني فيها هو ينسى كل شيء وما يفتل مرة تانية لحتى يدور على لاكشمي، ما لازم يفكر فيها حتى. بس انتي ما فيك تقارني بينك وبينها، اطلعي على حالك واطلعي عليها. ريشي لازم يفهم هالشي كمان، لأنه اللي بدي اتزوجه ريشي مو انتي سونال. طيب خلصنا، خلينا نمشي مشان ريشي ينسى زعله كله وقت يشوف هالوش الحلو كله قدامه. رح ينحرق قلب لاكشمي. وبصراحة السبب الثاني اللي خلاني زبط حالي لأني شفتهم وهنن عم بيتزوجوا، وهلأ بدي شوفهم وهنن عم بيتطلقوا، والفرق بين الشغلتين بوقتها كنت زعلانة، بس اليوم لاكشمي هي اللي زعلانة. لهيك نحن لازم نكون على هذا الحدث. يلا نروح. يلا امشي. شو الحل؟ إذا القاضي طلقهم وقتها هي رح تكون نهاية أملي بإني زوج بنتي لعائلة أوبيروي، ووقتها ما رح أكسب ولا روبية. طيب أنا هلأ من يوم يومي بتمنى أعيش بقصر كبير، بس المشكلة إنه رح تكون هي النهاية. إذا توافق على هذا الطلاق بتمنى إنه زواج لاكشمي وريشي ما ينتهي، ضروري يضلوا هدول الاثنين مع بعضهم ضروري. إمتى رح تجي لاكشمي؟ ليش هذا التأخير؟ المفروض تكون وصلت. هلأ بتجي باني. شالو، أنا كتير متوترة. وأنا متوترة كمان باني. بتعرفي أنا ماني مصدقة أنت يمرق هذا اليوم بدون مشاكل، وأنه نحنا ما نضطر نرجع لهون مرة تانية مشان الطلاق أبداً. إيه وأنا بتمنى يصدق حكيك هاد، بتمنى حياتهم الحلوة ترجع مثل ما كانت من قبل. يعني أنا بس بدي أنه لاكشمي وريشي يكملوا حياتهم سوا. ما رح يتطلقوا مرت عمي. معناها إذا ما اتطلقوا رح أعمل يلي بقدر عليه لخلي بنتي تصير كنة العيلة. قليكم أيوش. نعم. لا تعمل هيك، الوضع تمام بالبيت؟ كله كان منيح، بس حاجتك بقى لا تخافي ما رح يتطلقوا، ستي معهم وما بدها أنهم يتطلقوا، اليوم قدام الكل رح يعترفوا بحبهم لبعض. عن جد؟ ايه وميت ايه كمان. وصلوا. وصلوا أختي. أنا بتمنى لكم الحياة الحلوة وتضلي زوجة ريشي لآخر أيام حياتي. لاكشمي وريشي موجودين؟ جلسة المحكمة شوي ورح تبلش، تفضل. بنتي لا تفكري بطريقة سلبية، الكل رح يكون معك وكل شي رح يكون منيح. لاكشمي، الخادمة قالت لي إنك جيتي على بيتي ورحتي دغري، ومتأكدة إنه وقتها شفتي بعيونك اللي ما لازم تشوفيه. اسمعيني لو سمحتي، الشي اللي صار لا تخليه يأثر على القضية تبعكن أبداً، رجاءً. الشي اللي صار مبارح انسي، انسي إنه صار، وأنا كمان رح حاول إني أنسى اللي صار بيخصني وما بيخصك أبداً، وأنا رح أتكفل بكل شيء. بس اتنيناتكم لا تتوتروا أبداً، ولا تخلوا يلي صار يأثر على قضيتكم. فكروا منيح بكل شيء قبل ما تقرروا، وأنا بالمقابل
رح أتكفل بكل شيء، لا تاكلوا همي. إذا بعيش ولا ما بعيش هي مشكلتي أنا، بس اتنيناتكم خذوا القرار اللي بيناسبكم بدون أي تدخل. منشوف طبعاً منشوف. تفضل. أهلاً وسهلاً، تفضلوا. جميعكم هنا، تفضلوا. إذن ريشي ولاكشمي مجتمعان هنا من أجل القرار النهائي، والقرار سيصدر اليوم. هل سنوافق على الطلاق أم نعطي هذا الزواج فرصة أخرى؟ بعد حديثي معكم أصبحت متأكدة أنكم حللتم كل خلافاتكم أخيراً، وهذا أمر جيد جداً، وهذا الأمر يعني أنكما بذلتما جهوداً وتحاولان إنقاذ زواجكما وإكمال حياتكما معاً، وأنا حقاً أقدر هذا. صح حضرة القاضي، تتذكري هجوم المشاغبين اللي صار بالمحكمة؟ هن انخطروا بحياتهم مشان ينقذوا بعضهم، وأخي ريشي اعترف بشغلة ما له دخل فيها مشان لكشمي. أجل، أذكر هذا، وفي الحقيقة كل التقارير السابقة موجودة، وهذا الشيء يثبت لي أهمية وجود كل واحد منهما في حياة الآخر، وأنهما يحبان بعضهما. إيه، أنا بعتذر كثير، حكيت بدون إذن. لا لا، أود سماع آرائكم وأريد سماع اقتراحاتكم، سيساعدني هذا لأصل إلى القرار النهائي. وفي النهاية سأسمعهما قبل اتخاذ قراري. أولاً أريد سماعكم. حضرة القاضي، هن اللي لازم ياخذوا هذا القرار، شو رح يستفيدوا من رأينا؟ أنتم عائلتهم والعائلة